يمكن لأول مرة بغني بزحلق بمهرجان كبير. مرسي سيدي مريم سكاف على هالنشاط الكبير بهالمهرجان. مرسي لحضوركم، مرسي لأنه جيتوا. أكيد أنا كوني فنانة لبنانية وعم غني بمهرجان لبناني، هذا تكريم أول شيء لإلي بحد ذاته، يعني سعيدة بهالمشاركة. وطبعاً بدي غني الليلة جديدة، وبدي غني القديم اللي بيحبون الناس والجديد اللي حبون الناس. أنا سعيد إنه يكون هذه ينطلق هذا المهرجان للسنة الأولى بهيدا بهالحرفية وبهالاحتراف وبهالاحترام للجمهور وللفنان. سعادتي كبيرة إنه نلتقي بجمهورنا اللي جاي من زحلة، من جارة الوادي، ومن كل مناطق البقاع، ومن بيروت في كتير ناس جايين، من جوني عرفت كمان، يعني أهلا وسهلا بالجميع، برحب بالجميع. فطبعاً بيعني لي كتير أني أكون من أول المشاركين بهذا المهرجان، وتحديداً هيدي الليلة. أنا عاشق نور علي، عاشق نرمها وسحرها، أنا روحي مجنون.